انا بالنسبه لي 100% صارت معي صارت اكثر. معك ايه بنون النسوه، يعني طبعا لانه نزل لي مقاطع، هو يعرض على قناه الامارات وعلى تطبيق ابو ظبي واكثر من تطبيق. صرت ادخل على المقاطع اللي منزلينهم القنوات وعلى التيك توك، سب مو طبيعي. اوف الله ياخذك، يا الله لا ساتر يوفقك، يا ساتر. الله يعيننا على هدول النسوان اللي بيسرقوا الرجال من حريمهم، انت يلي ما تستحين على وجهك. يعني شيء مش طبيعي. بدي اقول لهم يا جماعه ترى والله مو انا، والله مو انا، ترى الشخصيه هيك. ايه فكتير تبهدلت صراحه، بس الحمد لله الحمد لله بحمد الله انه المقاطع اللي نزلت لي يعني كتير جابت فيوز عالي، وكتير انه بتعرفي احيان لما تكون الشخصيه هيك مستفزه الناس تستفزن انه يحضروها وبيستفزن انه يعلقوا عليها، فبحس اني كنت محظوظه انه تم اختياري لهالدور. يعني حلو، يعني ايه حسيتي انه غير شويه او يعني عطاك نقله نوعيه في مشوارك؟ ايه عطاني نقله كتير كبيره. ايه طبعا. انت اصلا متى بلشتي دكتوره؟ يعني دشيتي التمثيل اي سنه؟ انا كنت مذيعه بال 2018. اجوا جروب البلام بدهم يصوروا عنا مسلسل بالاستديو. قام شافني استاذ حسن قال لي انت بتحبي تمثلي؟ قلت له ايه. قال لي اوكي توقعي اتصالي يعني قريبا. حلو. اتصلوا فيي رشحوني لدور زهرة بمسلسل السجن. من سوء حظي انه المسلسل انعرض بال 2020 وانعرض فقط على تطبيق جروب البلام، فما انخدمت كما يجب. بعدين لانه انا كثير بحب الدراسه قررت اني بلش ادرس تمثيل، لانه ما مش حابه ادخل شيء انا ما بعرف عنه شيء اكاديميا. فبلشت ورشات مع استاذ عبد العزيز صفر بوجه له تحيه، ومحمد محب ايضا بوجه لهم تحيه، اللي هن رشحوني بعدين اطلع ضيف شرف بمسلسل زواج الا ربع. كمان هو كان كوميدي وكثير كان يعني الدور حلو، رغم انه حلقتين انا طلعت بس كان حلو. بعد هيك كان دائما عندي تواصل مع استاذ سعد العدواني اللي هو مدير انتاج بشركه المجموعه الفنيه، ايضا بوجه له تحيه كثير كبيره. حكاني وعملت دور مهم بمسلسل نفس الحنين مع الأستاذة إلهام الفضالة، كمان من إنتاج طبعا باسم عبد الأمير أستاذ باسم. فهو وبعدين بعد خلصت نفس الحنين كان وجهه خير علي على طول، خلصت تصوير من هون، دخلت من النساء من هون، خلصت تصوير من هون، دخلت حياتي المثالية من هون. وإن شاء الله بعد العيد معروض علي ثلاث مسلسلات، واحد بالبحرين واثنين